فبنلاقي كلنا عايزين نتكلم عن ايه هي الاوضه الكامل، وبعدين نتكلم على الاوضه الكامل اللي هي اساس النقطه. الاوضه الكامل معناها طريقه ان نلاقي الاوضه دي او اركتكشر معين ازاي اقدر اعمل الاوضه دي تعمل زي الاوضه الكامل. فالهدف النهائي عندي هو ان انا اعمل عندي فانكشن تساوي دي بي بلس سي مثلا. ازاي اقدر اعمل سيركت، السيركت دي مكونه من مصر تنفذ لي لوجيك فانكشن. لوجيك فانكشن معناها طريقه معينه نمبر اوف ستابس كده محدده بنمشي عليها عشان نقدر نعمل امبليمنتيشن لاي لوجيك فانكشن، وتدينا في الاخر خصائص معينه بروبرتيز كده معينه بعد كده. يبقى في مثلا من لوجيك 5 يطلع كذا، فأسهل طريقة ممكن أجرب أعمل بيها لوجيك تاني إن أنا أستخدم ريزيستنت لو لوجيك تاني. لوجيك تاني زي ما هنشوف أهم حاجة فيها هي إن أنا أفهم الإنفرتر شغالة إزاي، وبعد ما أفهم الإنفرتر كل حاجة تانية هتبقى مشتقة من الإنفرتر. فلو فهمت الإنفرتر شغالة إزاي وأقدر أطلع البالانس بتاعتها ازاي بقدر اعمل اي لوجيك فانكشن تاني. فلو بصينا على الريزست لود انفرتر ده هيبقى دي انتو بتاعه داخل من عند الايه؟ بتاع المصري، ودي اوتبوت طالع من على الدرين بتاع المصري. وفوق هنا في لود عباره عن ريزستنس. اول حاجه بنحاول نعرفها في الانفرتر دايما هي قيمه البي اوتبوت هاي والبي اوتبوت لو. يعني عند الاوتبوت انا عندي لوجيك 1 ولوجيك 0. عايز اعرف كورسبوندنج لوجيك 1 ولوجيك 0 في فولتج دايمز قيمتها كام؟ داخل الفاليو قيمتها كام؟ فقصاد اللوجيك 0 عند الاوتبوت في قيمه بنسميها دي اوتبوت 2، قصاد اللوجيك 1 في قيمه بنسميها دي اوتبوت 1. لو فكرت تاني في الحكايه اللي هي بتاعت الميزه بتاعت الديجيتال ان انا اللوجيك 1 عباره عن رينج واللوجيك 0 عباره عن رينج، وده بيديني ريزيستنس للنويز. فلو فكرت كده انا من مصلحتي ان دي اوتبوت هاي تبقى ايه؟ دي بي دي صح؟ اللي هي اعلى ممكن يطلع في السيركت، ودي اوتبوت لو تبقى زيرو. لو جبت الحل ده هو الاكسترين ده غير الاكسترين ده يبقى انا عملت احسن برفورمانس ممكن اطلع بيه، لاني اديت للوجيك 1 اكبر رينج واللوجيك 0 اكبر رينج. فازاي نجيب قيمه دي اوتبوت هاي وازاي نجيب قيمه دي اوتبوت لو؟ حاجه بسيطه جدا، احنا بنحط في ان سالب زيرو ونحل الدي اوتبوت في الحاله دي هيبقى هو دي اوتبوت خالص. فلما نحط دي انبوت ايكوال زيرو الترانزستور ام هيبقى كات اوف، وبالتالي الكارنت اللي ماشي في الترانزستور ام يساوي زيرو. وبما ان الاوتبوت نود اللي هنا دي مش هتسحب كارنت، ليه مش هتسحب كارنت؟ متاكدين ان مش هتسحب كارنت؟ عشان لو داخل على ستيج تاني وراه مصر دي مش هتسحب كارنت. فيبقى اي ار يساوي اي ام اللي هو كي سي ال عند الاوتبوت نود، وبالتالي يبقى دي اوتبوت اي ايكوال 3 دي لان مفيش فولتج دروب على الريزستنس. فلما دخل دي انبوت بزيرو يطلع لي دي اوتبوت دي دي، وده معناه ان الانفرتر دي بتعمل احسن حاجه ممكن تعملها وهي تطلع دي اوتبوت. فتعالى نجيب دي اوتبوت لو، لما يجي دي اوتبوت لو احط دي انبوت تساوي دي 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 واحد. لما نحط دي انبوت تساوي دي 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 الترانزستور ام ده هيبقى اون. بس لازم افكر الترانزستور ام هيبقى اون وساعد ولا اون وكومنت. دايما ممكن اعمل اسامبشن وارجع اعمل تشيك على الاسامبشن والدنيا هتبقى مظبوطه، بس انا لازم افكر باي سنس كده. انا عايز ترانزستور ام يبقى كت اوف ولا هيبقى سوري اومك ولا ساتوريشن. ففكر كده الكونديشن بتاع الساتوريشن على الترانزستور هو ان في دي اس تبقى اكبر من في جي اس ماينس في بريشر. في دي اس بالنسبه للترانزستور ام هي في اوت، وفي جي اس هي في ان. فالكونديشن ده بيقول لو في اوت اكبر من في ان ماينس في بريشر يبقى الترانزستور ده ساتوريشن. دي ان في الحاله دي كانت بكام؟ دي دي، يعني ده مش هيكون في ساتوريشن الا اذا دي اوت كانت اكبر من دي دي ماينس دي تشوف.
Y Dimas les dice a su da, ¿vale? Mira a los alumnos. دايما الحل التاني هو ان اي اللي ماشي فوق يساوي اي اللي ماشي تحت. والكلام ده باي كي سي ال هات الاوتبوت نوت. دي المعادله الوحيده اللي عندنا في كل السيركلز اللي هنبص عليها. السميشن بتاع الكارنس فوق ايكوال السميشن بتاع الكارنس تحت، سواء بنتكلم على ريزستنت لود او على ستاتيك سي موس او على دايناميك سي موس. ثلاثه تيرمز اللي هنبص عليهم في الكويشن. فالكويشن حل الايه؟ ماذا؟ لا انا عايز اجيب في اوتبوت نوت كام؟ احط في انبوت في دي زي قلت لما تجيب في اوتبوت اي ابتدي انبوت زيرو صح؟ انت انفرت الانفرت ده بيطلع من هنا لوجيك زيرو، انت عايز تعرف لوجيك زيرو دي كانت قيمه كام؟ احط من هنا ايه؟ لوجيك 1. طب لوجيك 1 ده يا جماعه اللي مكتوب على الانبوت بتاعه كان جاي منين؟ من الستيج قبل كده صح؟ من الفيرتر قبل كده. يعني الفيرتر قبل كده لما طلعت لوجيك 1 كانت قيمه الكتريك كانت كام؟ دي دي اهو صح؟ يعني دي دي جت منين؟ جت من الستيج اللي قبل. تمام؟ ف دي 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 input دي دي output low دي O L دي output low okay. ده انا عايز اجيبه هنا فسالي الكرنت فوق الكرنت تحت الكرنت فوق الكرنت بتاع الريزيستنس اللي هو دي دي ماينس دي output low على R والكرنت اللي تحت هو الكرنت بتاع الترانزستور اللي هو الاوميك كرنت اللي هو هيبقى فانكشن في دي ان ودي اوت بس دي هنا انا عارف ان انا هاخدها اقعد عليها بكام؟ دي دي لانها هي جايه من ستيج اللي قبل كده فيبقى عندي هنا ايكويشن 1 انون اللي هو في اوت لو وممكن اجيب القيمه بتاعت في اوت لو في اوت لو انا عارف عنها حاجتين دلوقتي اولا عارف ان هي طالب تو سولوشنز صح؟ بس اكيد واحده منهم بس هي اللي هتساتسفاي الاسامبشن بتاع ان الترانزستور ده في الاول والثانيه هتطلع لي الترانزستور في السيتريشن بعد ما اعمل ده طبيعي. تاني حاجة الـ output does not equal zero. They don't equal zero. Quadratic equation دي طلع لي الـ output تساوي زيرو. يبقى احنا عرفنا عن الانفرتر ده ان دي output high بتاعه في دي لكن دي output low مش بصفر. تمام؟ دي output low حاجة ما هياش زيرو. يبقى أحسن حاجة أقدر أعملها إيه هي الانفرتر ده؟ إن أنا أعبر دي output low من زيرو على قد ما أقدر لكن عمري ما أقدر أوصل لزيرو. تمام؟ لو عايز توصل لزيرو الحل الوحيد كان ايه ساعتها؟ ترانسميشن جيت؟ لا مش ترانسميشن جيت، ترانسميشن جيت مش يعني ما فيهاش جنب اللوجيك. يعني ايه اللي بيخلي دي اوت بوت تبقى اقرب لزيرو او ابعد عن زيرو؟ البي دي سات. تخيل كده مش احنا بنقول في البونت ان الترانزستور ده زي ما يكون ريزيستنس بس نون هي ريزيستنس. يبقى الوضع يتحول ان انا عندي اثنين ريزيستنس واحد بتاع الترانزستور واحد بتاع اللوب ومعموله بينهم فولتج ديفايدر صح كده؟ فيبقى دي اوت اللي هنا هو دي دي مضروبه في الريزستنس بتاعت الترانزستور على ار ال زائد ار ال يبقى عشان تقرب الماده دي من زيرو تعمل ايه؟ بتزود يا اما تزود ار ال يا اما تقلل ار ال يا اما تعمل الاثنين تمام كده؟ يعني من مصلحتي ان الريزستنس بتاعت الترانزستور ده تقل على قد ما اقدر علشان اقرب من زيرو. طيب الريزستنس بتاعت الترانزستور تقل ازاي؟ تعالوا نبص كده دي معلومه مهمه قوي ممكن نفهمها من دلوقتي. نفهمها بس. نفهم الريزستنس بتاعت الترانزستور فور ناو نفهم اقدر اعمل ايه في الترانزستور عشان اقلل الريزستنس بتاعته. مش عايز حسابات منطقيه عايز بس نبقى فاهمين ليه. لو بصيت على الكارت بتاع الترانزستور هو يساوي كي اللي هي دبليو على ال في ميو ان سي اوكسيد
فالدي جي اس ماينس دي ثريشولد دي اوت اوف فلو ماينس دي اوت اوف فلو سكوير على ده كارنت. الكارنت ليها علاقته بالريزيستنس. الريزيستنس والكارنت بروبورشنال مع بعض ولا انفرسلي بروبورشنال؟ انفرسلي بروبورشنال. يبقى الكارنت والريزيستنس انفرسلي بروبورشنال مع بعض. يبقى لما اقول لو انا حطيت ترانزستور دبليو على الاقل اكبر، يبقى الترانزستور ده الريزيستنس بتاعته اعلى ولا اقل؟ اقل. لما نزود الدبليو على الاقل الكارنت بيزيد وبالتالي الريزيستنس حتى لو منطقيا كده. لو انت عايز تزود دبليو على الاقل هتعمل ايه؟ هتزود دبليو مش كده؟ على اساس ان احنا المره اللي فاتت قلنا ان دايما الاقل محطوطه هي المينيموم اللي اقدر اعمله في التكنولوجي. فالحل عشان نزود دبليو على الاقل اني ازود دبليو. لما تتخيل فيزيكال كده ترانزستور انت زودت الويت بتاعته عملت ايه في الريزيستنس بتاعته؟ ارتفع. هاي الريزيستنس في الدنيا زودت الويت يبقى انت كبرت كروس سكشن الدنيا يبقى انت عملت ايه؟ قللت الريزيستنس. اي ريزيستنس في الدنيا انت قللت اللينك يبقى انت قللت الريزيستنس. فده منطقي. يبقى كان الحل هنا ان انا احط ترانزستور هنا اكبر ولا اصغر؟ اكبر. طب الاقل بتاعته اكبر يبقى الترانزستور الاريا بتاعته اكبر. وده منطقي يعني عشان ناخد ادفانتج بتاعت ان دي اوت فلو تبقى قليله لازم ادفع ديس ادفانتج بتاعت الترانزستور ده يبقى كبير. اور حط ار ال كبيره معناها برضه ان الريزستنس دي كاريه تبقى كبيره. صح؟ لما تبص على الشكل ده وانتوا عارفين ان انا الالكترونكس عارفين كويس قوي ان ده دي حاجه مش متناسقه مع الانتجريتد سيركتس اللي هي ايه بقى؟ دي هنا حاجه في الرسمه دي ما ينفعش الانتجريتد سيركتس اللي هي الباسيف ريزيستنس دي مش كده؟ هنا عندي باسيف ريزيستنس انا ما اقدرش اعمل باسيف ريزيستنس بقيم كويسه وجيجا كويسه على الانتجريتد سيركت. انا في الانتجريتد سيركتس يهمني او من مصلحتي ان كل السيركت ده وكمان انا في الترانزستورز لو اقدر اشيل كل حاجه واحط مكانها ترانزستورز مش هقدر. انا لازم اشيل كل حاجه واحط مكانها ترانزستورز. فانتوا كنتوا بتعملوا ايه في الانالوج الكترونكس؟ اكتب لود صح؟ كان سورس اكتب لود اي حاجه تمام؟ يعني بشيل الريزستنس واحط مكانها ترانزستور يشتغل كانه هو اللود. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. بس الجدول ده مهم ان احنا نفهم ان احنا بنكرره كتير لانواع كتير من الناس. الجدول ده بيقول في انبوت تقيمه الكتريكال بكام؟ ده كورسبوند للوجيك انبوت كام؟ الترانزستور في الحاله دي بيبقى في انهي ريشيو؟ الفي اوت كانت قيمه الكتريكال بكام؟ وكورسبوند للوجيك اوت بكام؟ فلما حطيت في انبوت بي دي دي كانت اللوجيك انبوت واحد، الترانزستور كان واحد، والفي اوت طلع قيمه هجيبها من حل المعادله الكوادراتيك هتطلع في اوت كلها. في اوت كلها كورسبوند للوجيك زيرو. لو حطيت الانبوت بزيرو الترانزستور هيبقى بقى والفي اوت هتطلع في دي دي اللي هي كورسبوند للوجيك. الصفحه الثانيه في الجدول هنا في حاجه انكيوريت شويه بس احنا بس مش هطلعك دي غلط. في هنا حاجه انكيوريت شويه بس مش هطلعك دي غلط. الحاجه دي ان احنا دايما مفترضين ان الانبوت بتاعي هيبقى جاي دي من ستيج قبلي. فلو نفترض ان انا بجيب دي اوتبوت هاي مش المفروض اني افترض ان الانبوت اللي داخل لي 0 بوينت. المفروض افترض ان هو كام؟ دي اوتبوت لو اللي هي جايه من ستيج قبلي. كان المفروض احط هنا دي اوتبوت لو صح؟ عشان هي جايه من ستيج بس مش هتفرق في اي حاجه خالص. ليه؟ هيبقى اوفر لانه هيبقى اوفر دي اوتبوت لو تحت الدي ثريشولد والا يبقى احنا بنعمل انفرتر وحشه. بس ففي الحاله دي الكات اوف مش هيفرق معاك حاجه ان انت مدخل دي انبوت بزيرو ولا مدخلها بوينت 1 ولا بوينت 2 مش فارق حاجه. فوق تفرق كتير. السطر الاولاني تفرق كتير لان لو رجعت وبصيت على الايكويشن اللي انت بتحلها يفرق كتير في الايكويشن دي. الفي دي اللي انا حطيتها هنا مكان الفي جي اس كان في دي دي بجد ولا مش دي دي؟ فلازم واخد بالي كويس قوي في اوت دي انبوت هاي اللي انا دخلتها كانت بكام وانت بتجيب دي اوت بكام. ففي فرق ما بينهم. انتوا عارفين لما يبقى عندك مصر والمصر ده البرين مصر على البيت ده بيبقى بنسميه مجازا بقى كونكتد مصر. لكن هو طبعا يعني ده بنسمي كده مجازا علشان نعمل حاجه انالوجس للبايوكونكتد بايبولر. في البايبولر
لما بتوصل البيز على الكونكتور الشكل عامة على بعضه بيبقى شكل بي ان جنكشن. ليه بيبقى شكل بي ان جنكشن؟ هنا مفيش بي ان جنكشنز خالص، بس بنسمي الشكل ده دايركت كونكتد علشان هو شبه الشكل اللي في البايب. انما اللي بيحصل هنا ايه؟ الترانزستور ده لو افترضت مثلا من فوق كان في دي دي دي، فالترانزستور ده هيبقى دايما ايه؟ ساد في فارم. تمام كده؟ يبقى الترانزستور ده يمكن يكون عميق. ليه يمكن يكون عميق؟ لان في دي اس بتاعته، لان في جي تو درين بزيرو. تمام؟ او في دي جي بزيرو. وده يحقق الكونديشن بتاع الساتوريشن. بغض النظر عن تنتست السورس كانت كام. ما دام الدرين والجيت نفس الحاجه يبقى اكيد في دي اس اكبر من في جي اس ناقص دي تراشو. طالما دي تراشو قيمه بوزيتيف. تمام؟ طيب لو افترضت ان الترانزستور ده عليه اوبن سيركت من تحت من عند السورس، دي اوبن سيركت من تحت. هل ده معناه ان الترانزستور ده مش هيمشي فيه كارنت؟ اه طبعا كارنت هيبقى بزيرو. تمام؟ الترانزستور عليه اوبن سيركت من السورس او من الدرين لا يمكن هيمشي فيه كارنت. لكن هل ده معناه ان الترانزستور ده كات اوف؟ لا مش شرط. هو ايه اللي مخليه مش ماشي فيه كارنت؟ ان في اوبن سيركت اتعملت واتعملت نتيجه حاجه ثانيه مش نتيجه تصرفات الراجل ده. فالراجل ده ساتوريشن ما اللي مش ماشي فيه كارنت، فهنعمل ايه؟ هنكتب الساتوريشن كارنت اللي هو اي ايكوال سي على بي في جي اس ماينس بي ثراشولد كل سكوير ونساويه بزيرو. ونحل هيطلع لي بي جي اس ايكوال بي ثراشولد. اللي هو هيطلع لي بي اس اللي هي بي سورس تساوي بي جي ماينس بي ثراشولد. فتبص هنا كده بي جيت هي بي دي بي وبي اس هي النقطه اللي تحت دي. فبي اس هتساوي بي دي بي ناقص بي ثراشولد. تمام؟ في حالة تانية ممكن الترانزستور فيها بيكون مش ماشي فيه كارنت وما هوش كات اوف كارنت. ايوه. هو انا ليه مهتم بالبيزنس؟ هقول لك ليه؟ انا بقدمها لك مقتنع بيها وكمان سلايد هتعمل ايه انا مهتم بيها. في حالة تانية اقولها دلوقتي هستخدمها بعدين، ان لو انا عندي ترانزستور، الترانزستور ده مثلا داخل عليه من ايه؟ بي دي دي والسورس واصل على الجراوند، فانا ضامن ان الترانزستور ده اكيد امر. ده امر بالتاكيد لان في جي اس بي دي دي. طب لو جينا فوق وحطينا اوبن سيركت يبقى ده معناه ايه؟ مش هيمشي كارت. تمام؟ كارت هيبقى بزيرو. لكن ده مش كفاف بس كارت بزيرو. يبقى الحل ايه؟ الحل الوحيد ان الترانزستور ده يكون في الامر والفولتج دروب عليه بزيرو. لو كتبت هنا الايكويشن بتاع الكارنت وساويتها بزيرو، الايكويشن بتاع الكارنت دي بتقول ان الكارنت ايكوال زيرو لو ايه حصل هنا؟ مين اللي ممكن يتاخد كومن؟ في دي اس. لو في دي اس بزيرو. اوكي؟ فلو خدنا في دي اس ايكوال زيرو هيبقى الكارنت بزيرو. في دي اس هنا معناها ان السورس والدرين قد بعض. دي اللي هي الحاله بتاعت ايه؟ الحاله بتاعت انك تكون عندك ريزيستنس والريزيستنس دي مش ماشي فيها كارنت. يبقى الفولت الشروع على الريزيستنس دي كام؟ زيرو. هو ده بقى. ليه انا كنت بقول لكم الحكايه بتاعت الدايركت كونكت الترانزستور دي؟ لانه ده شكل الانفرتر بتاعها. اللوجيك فاميلي دي اسمها انهانسمنت لود انفرتر او انهانسمنت لود ماسكت وده شكلها. كل اللي عملناه فيها ان احنا شلنا الريزيستنس اللي فوق اللي هي كان باسيف ريزيستنس وحطينا مكانها ان موس ترانزستور تاني، بس الان موس ترانزستور ده هيبقى دايركت كونكتد الجيت واصل على الدرين. الترانزستور اللي تحت ام 1 هنسميه درايفر، والترانزستور اللي فوق ام 2 دايما هنسميه اللود. يا فندم ان هو ايه؟ لان انت جربت تعمل ايه ساتوريشن وجاي تعمل ايه تشات هيطلع ما ينفعش. ما ينفعش الدرين تبقى اعلى من السورس، تبقى اعلى من الدرين. اوكي؟ مش هتنفع. لان هقول لك ايه؟ لو الدرين اعلى من الجيت يبقى معنى كده ان في فولتج دروب هنا. ما دام في فولتج دروب هنا لازم يبقى في كارنت ماشي. صح؟ مش هينفع. مش هتمشي. I don't know.
ما ينفعش بعد الاستقلال خالص، ممكن يكون الملك المعلم العالم الجديد دي ناقص 6 اشهر عشان المعالم الاستقلال على الجديد دي ناقص 6 اشهر. فهمت الحته دي؟ لو تبصوا هنا يا جماعه النقطة اللي هي في اوتبوت هنا دي بالنسبة للترانزستور ال1 هي مين؟ بتاعه مين اي كلمة؟ هي الدرين، هي السورس بتاع ترانزستور ال2. ودايما بنعرف الدرين بتاع الانموس ازاي؟ من اتجاه الكارنت، نشوف الكارنت هيمشي ازاي، او من الفولتج. الدرين هو دايما الفولتج الاعلى في الانموس، والسورس هو الفولتج الاعلى. ودي الطريقة الوحيدة اللي اقدر اميز الدرين عن السورس، ان هو الديفايس بس مالك. وفوق هنا ده الدرين بتاع عندكم والجيت بتاع عندكم، وهنا ده هو الجيت بتاع عمان اللي داخل عليه الفيوم. فلو احنا عايزين نعرف قيم في اوتبوت اي وفي اوتبوت لو هنعمل ايه؟ هنمشي على الستبس السيستماتيك اللي قلنا عليه. تو فايند في اوتبوت هاي هقول ان الانبوت بتاعي يساوي زيرو. واحنا عارفين ان الحاجات اللي انا بقول الانبوت يساوي زيرو دي مش اكيوريت قوي. يعني مش المفروض ان انا اقول بي انبوت يساوي زيرو، المفروض اقول بي انبوت يساوي كام؟ في اوتبوت لو. بس انا ضامن ان بي انبوت سواء كان بزيرو او في اوتبوت لو هتخلي الترانزستور ده مون كت اوف. فلما دخل بي انبوت بزيرو او في اوتبوت لو الترانزستور ده مون هيبقى كت اوف. لما الترانزستور ده مون يبقى كت اوف يبقى اي 1 يساوي زيرو. بس اي 1 يساوي اي 2 دايما. يبقى اي 2 يساوي زيرو. بس اي 2 ده فتريش، يبقى الحل الوحيد ايه؟ اللي احنا عملناه هنا. الشكل ده هو الشكل اللي حصل في الحاله دي، بقى الترانزستور عامل 2 عامل كده، وفي هنا اوبن سيركت. الاوبن سيركت دي مش بسببه هو او مش مزاجه هو، الاوبن سيركت دي نتيجه ام 1 اللي تحت. فيبقى الحل الوحيد ان الدي اوتبوت اللي طالعه من هنا ايكوالز في دي دي ماينس دي تراش. خدوا بالكم الدي اوتبوت هاي هنا هي في دي دي ماينس دي ثراشولد، وناخد بالنا من حاجتين بس. في دي دي نتيجه انهي تيرمينال عندنا؟ هل هي في درين ماينس دي ثراشولد؟ لا، هي في دي 2 ماينس في ثراشولد بتاع كاني ترانزستور ام 2 ولا ام 1؟ ام 2 ماينس في ثراشولد 2. يبقى دي اوتبوت هاي تساوي في دي دي ماينس دي ثراشولد. ده كويس ولا وحش بالنسبه للريزستنس العاديه اللي كنا بنقتنع قبل كده؟ وحش صح؟ لو كنا حاطين ريزستنس عاديه كان في اوتبوت هاي طالع في دي دي. لما انا خليته في دي ماينس دي فاشل يبقى انا نقصت النويز مارجن بتاعتي دي فاشل، بس انا مضطر عشان اشيل الريزستنس لازم اعمل كده. عايزين نشوف بقى في اوتبوت لوب كام؟ عشان نشوف في اوتبوت لوب كام هنعمل ايه؟ يا فندم عايزين نجيب دي اوت هاي كام دي اوت تو كام؟ عايزين نجيب دي اوت هاي دي اوت تو، عايزين نعرف البيهيفير بتاع الانفرتر ده شكله عامل ازاي؟ عشان بعد كده هناخد الانفرتر ده ونعمل منه ايه اسهر. عايزين نجيب دي اوت تو كام؟ عشان لما اجيب دي اوت تو هفترض ان دي انبوت يساوي دي اوت هاي. ناخد بالنا بقى من المره دي لازم اخد دي انبوت تساوي دي اوت هاي اللي هي دي دي ناقص دي تراشو. ما احطهاش دي دي على طول. لان انا افترض دايما ان الانبوت اللي داخلني من هنا ده جاي من الاوتبوت بتاع الانفرتر بنفس النوع داخلني من هنا هاي لوجيك هاي يطلع لي من هنا لوجيك لو. اللوجيك هاي كام؟ بي دي ناقص دي. في الحاله دي لازم اكتب اي 1 يساوي اي 2 واسالهم ببعض برضه، ما عنديش غير المعادله دي، بس لازم احط هنا ريجنز اوبريشن كاسامشن. ترانزستور ام 2 مش محتاج اي متفكير، ترانزستور ام 2 سهل. الترانزستور ام 1 تحطه في الساتوريشن ولا اوميك؟ وايه السبب؟ اوميك. وايه السبب ان انا لازم اقسمه ان هو اوميك؟ عشان عايز دي اوتبوت تبقى قيمه قليله، وعشان دي اوتبوت تبقى قيمه قليله لازم الترانزستور ام 1 يكون في اوميك، لانه لو في الساتوريشن يبقى دي اوتبوت تبقى اكبر من دي دي ناقص 2 دي ثراشر. تمام؟ اللي هي دي اي اللي هي دي ماينس دي بريشر ماينس دي بريشر الثانيه كده. فمش هينفع اسيوم ان كان لون في الساتوريشن، اسيوم ان هو في الاوميك. وكان ايه الحاجات لازم ارجع في الاخر اكونفيرم ان الاسامبشنز دي صح. هكتب المعادله هنا اي دي اس 1 يساوي اي دي اس 2 وعرف هنا الساتوريشن بتاع ام 2 والاوميك بتاع ام 1. نتيجه بص في جي اس 2 هي ايه؟ في جي اس 2 هي في دي دي ناقص دي ار.
صح، مين الأنوف المعادلة يا معادلة؟ الحمد لله مين؟ بيارد بيارد بلو. فأنا عايز أجيب معادلة يكون فيهاش أنوف غير بيارد. فبي جي أس 2 يساوي بي دي دي ناقص بيارد بلو. وبالنسبة للمعادلة بتاعت كارنت على 1 فبي جي أس 1 هو بي إنبوت اللي هو كام؟ بي دي دي ناقص بي فلاش. صح؟ بعوض هنا بي دي دي ناقص بي فلاش. ثم بقى هنا حاطط بي دي دي ماينس بي فلاش 2 ماينس بي فلاش 1 عشان أفكرك ان الفي ثريشولد الاولانيه جايه نتيجه ايه؟ الستيج اللي قبل الترانزستور اللي فوق. والفي ثريشولد 1 هي نتيجه معادله الكارنت بتاعتها. وفي دي دي اس بالنسبه للترانزستور ام 1 هي في ار. لو بصيت على الايكويشن دي كده هتلاقي فيها ان نون غير في ار. وهي سكند اوردر ايكويشن ينفع تتحل تطلع لي سولوشن واحد يعني يحقق الكونديشن بتاع ان الام 1 فوق وام 2 ثابت. والسولوشن الثاني مش هيحقق تمام؟ لو نبص كده على معادلة الكارنت كي واحد وكي اتنين ظاهرين في معادلة الكارنت. يعني المعادلة اللي انا بحلها عشان اطلع في اوتبوت 2 اللي هي الكارنت ايكويشن اللي هنا دي ظاهر فيها كي 2 وكي 1. كي 2 وكي 1 هما الاثنين كهات ده ان موس ترانزستورز. صح؟ فالاثنين فيهم يو ان وسي اوكسايد قد بعض. يبقى الفرق بين كي 1 وكي 2 هو الابيض على الاقل بس. تمام؟ ولو تبص كده كي 1 وكي 2 موجودين بحيث ان انا اقدر اقسمهم على بعض في الناحيتين وبجيب ريشيو ما بينهم، يبقى معدل ان تيرمز اوف ريشيو بتاع كي 1 وكي 2. يعني لو انت خدت كي 1 وديتها الناحيه الثانيه يبقى انت كده ايه؟ ظهرت كي 2 على كي 1 في المعادله ما ظهرش كي 1 لوحدها ولا كي 2 لوحدها، لكن الايكويشن مش ظهر فيها غير كي 2 على كي 1. زي ما قلت كي 2 وكي 1 ما فيهمش حاجة مختلفة غير ضرب على الأقل 2 وضرب على الأقل 2. يبقى دي أوتبوت لو فانكشن في الإيه؟ هل هي فانكشن في السايز بتاع تمام؟ دي أوتبوت لو فانكشن في الريشيو اللي فوق دي، الريشيو بتاع M1 M2 كـ سايزز. فبنسمي ده ريشيو لوجيك. يعني إيه ريشيو لوجيك؟ يعني لوجيك قيمة من قيم اللوجيك فاليوز بتاعته سواء كان في اوت لو او في اوت هاي فانكشن في السايزز بتاع الترانزستور مش بس سايزز في الريشيو بتاع السايزز. طيب انت نفسك في اوت لو يبقى قليل ولا كبير؟ قليل صح؟ العرب من زيرو على الاقل نقطة. لو عايز تعمل كده تزود دبليو على الاقل 2 ولا دبليو على الاقل 1؟ دبليو على الاقل 1 كلكم قلتوا دبليو على الاقل 1 اللي هو صح. جاب منين دبليو على الاقل 1 اللي زودها؟ من غير ما نحسب ولا نكتب اي معادلات نفتكر تاني الانرجي بتاعت انا عندي ايه؟ اثنين ريزيستنس صح؟ علشان الفولتج ديفايدر يجيب لي فولتج قليل هنا انا محتاج الريزيستنس اللي تحت دي تبقى قليله قوي. عشان الريزيستنس اللي تحت دي تبقى قليله قوي يبقى لازم الدبل على الاقل بتاع الترانزستور اللي تحت ده يبقى كبير. صح؟ احنا قلنا انه عشان ازود اقل الريزيستنس يبقى ازود الكارنت يبقى ازود الدبل على الاقل. فعلشان دي اوتبوت لو تنزل لازم الريزستنس 1 تنزل وده معناه ان دبليو على الاقل 1 تعمل او دبليو على الاقل 2 تنزل. صح؟ يبقى مفيش اي منطق بيقول ان انا احط دبليو على الاقل 2 الا بالمينيموم اللي اقدر احطه. تمام؟ دبليو على الاقل بتاعت الريزستور ام 2 مصلحتي اني احطها اصغر حاجه اقدر احطها. لان ده اللي هيطلع لي دايما البست في اوتبوت. يبقى لو جينا كده نملى الجدول بتاع الانفرتر ده لو جينا نملى الجدول بتاعه هيبقى فيه في الدول تيبل هنا فيه سطرين بس لان دي انفرتر. ففي الانفرتر دي عندي سطرين في انبوت بكام؟ ده كورسبوندنج لوجيك فاليو. الانبوت بكام؟ ترانزستور ام 1 في انهي ريجن، ترانزستور ام 2 في انهي ريجن، الدي اوت بوت بكام؟ واللوجيك اوت بكام؟ لو حطينا دي انبوت ب 0 فولت او عشان نبقى ريلي اكتف نختار 0 فولت نختار بدي اوت فلو بس هي مش هتفرق في الحالتين. في الحاله دي هيبقى ترانزستور ام 1 اوف والترانزستور ام 2
ده ساب في جميع الحالات. تمام كده؟ لما عملنا كده لقينا ان دي اوتبوت الطلعه كان في دي دي ناقص دي ثراشولد 2 وده كورسبوندنج لوجيك اوتبوت 1 وده كان كورسبوندنج لوجيك انبوت 0. لما حطينا الدي انبوت بدي دي دي ناقص دي ثراشولد اللي هي دي اوتبوت اي كان الترانزستور ام 1 اوميك والترانزستور ام 2 ساب وطلعت الدي اوتبوت بكام؟ الدي اوتبوت 2 اللي هي هنجيبها منين؟ من حل السكند اوردر ايكويشن. الدي اوتبوت 2 دي كورسبوندنج لوجيك اوت فاليو 0 واللوجيك ان كان ساعتها 1. هنبقى بقى نعرف نملأ الكيبل ده لجيتس اعقد شويه من الانفرتر، جيت اكبر شويه من الانفرتر. ليه في هنا اوبن سيركت؟ لما دي انبوت كانت بزيرو ترانزستور احنا ممكن ايه؟ كتبت دي معناها ايه؟ اوبن سيركت. حاجه برضه عايزين نعرف نعملها كويس قوي هي ان احنا نرسم الفولتج ترانسفير كاركترستيك بتاع الانفرتر. فولتج ترانسفير كاركترستيك معناها ان يرسم دي اوتبوت اجينست دي انبوت للانفرتر. فانا عايز بالنسبه للانهانسمنت تو انفرتر ارسم دي اوتبوت اجينست دي. بس قبل ما ارسمه للانهانسمنت تو خلونا نرسمه لايديال انفرتر وبعدين نشوف ده قد ايه قريب او بعيد من الايديال انفرتر. يعني ايه ارسم دي اوتبوت اجينست دي انبوت؟ يعني احط دي اوتبوت على الواي اكسس ودي انبوت على الاكس اكسس. ودي انبوت هتبقى واخده من زيرو لغايه دي دي. وعايز اشوف من اول زيرو لغايه دي دي كل فاليو من دول كورسبوندنج ليها في اوت بوت كام؟ لو انا في ايديال انفرتر 0 فولت المفروض تطلع لي كام؟ بي دي 5 بي دي يبقى 5 ولا تبقى 3 ولا تبقى 1 مش مشكله بي دي تمام وبي دي دي المفروض تطلع لي كام؟ 0 0 وفي النص ايه اللي بيحصل؟ في رينج للواحد ورينج للزيرو. الرينج ده هيقف في اي حته في النص تمام؟ لو انت بتتكلم على سيمانتك انفرتر هيقف هنا عند بي دي دي على الاثنين. لغايه ما بوصل لبي دي دي على الاثنين الاوتبوت بتاعه كام؟ بي دي دي. ولما بوصل تنزل وتنزل. يبقى ده الايديال انفرتر. طبعا النوت ايديال انفرتر ممكن تتخيله هيتشكل البي دي سي بتاعه عامل ازاي. اكيد الحاجات الحاده دي مش هتحصل صح؟ فاكيد هيبقى عندي شكل عامل كده وكل ما يبقى اقرب للايديال كل ما يبقى احسن. بس نفتكر شكل الايديال انفرتر ان احنا المره الجايه هنعمل انفرتر البيهيفير بتاعه شبه قوي الايديال. فعايزين نرسم البي دي سي بتاع الانفرتر اللي عندنا هنا. سو ده هنعرف نرسمه وتابعوا معايا الخطوات دي علشان هي اللي هتتكرر في اي نقطه ثانيه. انا برسم دي انبوت اجينست دي اوت كل ما في الامر ان انا عايز اشوف الرينجز بتاعة الريجوز اوبريشن المختلفه بتاعة الترانزستور ان 1 وان 2 فتحت كده تحت الاكسس حدد هنا الريجوز اوبريشن بتاع ان 1 وان 2 في واحد من الاثنين دول مش هيعمل لي مشكله لان هو في ريجن اوبريشن واحده طول الوقت اللي هو مين؟ ام 2 ساب ام 2 دايما في الساب فام 2 مريح لي لان هو في الساتوريشن على الرينج كله فانا هرسم من اول زيرو لغايه دي ام 2 لدي دي اللي عامل لي مشكله هو ام 1 تعالوا نشوف ام 1 الفيجر بتاعه شكله عامل ازاي ام 1 لما الانبوت يكون بزيرو هيبقى رينج الريجن اوبريشن بتاعه كام؟ كت اوف وفي الحالة دي هيبقى شكل السيركت عامل ازاي؟ هيبقى ده اوبن سيركت وبالتالي ده هيطلع لي من هنا بي دي تي ناقص دي تي فيطلع من هنا بي دي تي ناقص دي تي. نفضل مكملين على هذا الوضع لغاية لما ترانزستور ام 1 يخرج من كت اوف. ترانزستور ام 1 هيخرج من كت اوف لما يحصل ايه؟ في جي اس بتاعته اسمها هيت رشد. في جي اس الترانزستور ام 1 هي مين؟ بيم. يبقى لما بي انبوت ساب دي ثراشولد الترانزستور ام 1 هيخرج من الكهرباء فمعنى كده ان الاوت هيفضل في دي دي ناقص في ثراشولد لغايه ما نوصل
يليه رشد كريم. بعد كده عنوان مبقاش اضاف، بعد كده عنوان بقت عنوان. تمام؟ بس عنوان ايه بقى؟ كانون فقط. الناحية التانية من هنا عند انبوت يليه دي ناقص دي رشد. كان الترانزستور ام 1 كريو اومك. صح؟ دي احنا عارفينها منين؟ لان احنا عارفين ان دي اوتبوت هنا لازم تعطينا قليله، ودي اوتبوت هي البرين بتاع ام 1. ودي اسامبشن احنا عملناها واحنا بنطلع دي اوتبوت 2، فالترانزستور هنا كان اومك. وكان كورسبوندنج لانبوت في دي ماينس دي ترانزستور في هنا قيمه اللي هي دي اوتبوت 2. يبقى الترانزستور ام 1 من ناحيتي اومك ومن ناحيتي كباس. واول ما يترن هنا اون هيترن اون ساد ولا اومك؟ ساد. ليه ساد؟ بص كده الكيرف لازم يبقى كونتينوس، ما ينفعش نحط نقطه طايره. فالكيرف هنا خلصان كباس ودي اوتبوت دي دي ناقص دي فاشل. دي اوتبوت دي دي ناقص دي فاشل، دي اوتبوت دي تعتبر ايه بالنسبه لام 1؟ درين. صح؟ وما دام الدرين بتاع ام 1 عند فولتج عالي قوي يبقى ام 1 موست لايك هيبقى فيه هنا الساتوريشن. يبقى هو اول ما يترن اون هيترن اون في الساتوريشن. وهيتحول امتى من الساتوريشن للمومنت؟ لما في دي اس اقل من دي اس ما في فشل. صح كده؟ يعني ترانزستور ام 1 الحد الفاصل ما بين الساتوريشن والمومنت هو الدي دي اس 1 تساوي دي جي اس 1 ماينس دي فشل 1. دي دي اس 1 هي مين؟ دي اوت. وبي جي اس 1 هي مين؟ دي ام. الايكويشن دي بتاعت ايه يا جماعه؟ على الاكسيس دي؟ الايكويشن دي ايه؟ ستريت لاين. صح؟ والاكس انترسبت بتاعه مين؟ في ثراشولد. صح؟ ده ستريت لاين، اكس انترسبت بتاعه في ثراشولد. ده ستريت لاين، السلوب بتاعه كام؟ واحد. صح؟ ده ستريت لاين كده ونبتدي من عند بيتراش. كل اللي فوقيه ام 1 ساد، كل اللي تحتيه ام 1 اون. وفي هنا ما بين دول اتنين كيرف ماشي كده. يبقى الترانزستور ام 1 هيقلب من ساد لاومك فين؟ عند النقطه دي اللي بين دول هيتقلبوا. صحيح. ايه؟ يبقى فين يا جماعه؟ انا بعمل لك انا بشوف الريجنز اوف اوبريشن بتاعت اثنين ترانزستورز وبرسم الكيرف على هذا الاكسس. انت ليه من الناحيه الشمال زي ما قلت لي من الشمال وكل دي كان قريب قوي الفي ار هيطلع في دي دي او في دي ماينس دي ثراشولد زي ما هي. وابتدي امشي واقول لك الوضع ده هيتغير امتى؟ الوضع ده هيتغير لما الترانزستور ده يكون نار. الترانزستور ده يكون نار امتى؟ لما في انبوت لما في ثراشولد. تمام؟ يبقى عندي عند النقطة دي. من الناحية التانية عارف النقطة دي. لما بينك كان في دي ناقص دي ثراشولد، دي اوتبوت كان في اوتبوت 2. وعارف كمان إن عند النقطة دي ام 2 ساد وام 1 اومك. وعارف إن أول ما أخش إن ام 2 يبقى اون، هيبقى اون وساد مش اون اومك. ليه هيبقى اون وساد؟ لأن الدرين بتاعه هيبقى هو النقطة دي. النقطة دي فولتج بتاعها عالي جدا، فمعنى كده مش زي يا جماعه دي اهو هو دي دي اس 1 فدي دي اس 1 هيبتدي من دي دي ماينس دي فاشن ويبتدي يقل. تمام؟ لما بي دي اس يبقى بي دي ماينس دي فاشن دي فيري لايك ان ده اكبر من بي جي اس ماينس دي فاشن. حضرتك بعد الـ بعد البوينت اللي هي الـ M1 فيها هيدخل الـ الاوميك ريجن. تمام. دلوقتي ليه البيهيفير بتاع الكيرف ما اتغيرش؟ البيهيفير بتاع الكيرف ما اتغيرش، معلش ده سؤال كويس. ده سؤال بيسأل بيقول ليه شكل الكيرف بعد ما دخلنا الحته اللي كان فيها ساد ساد والحته اللي كانوا فيها ساد بوينت شكل الكيرف ما اتغيرش؟ هو شكله اتغير بس انا رسم الرسمه وحش. لو عايز تعرف شكل الكيرف هيبقى ايه ممكن تعمل ايه؟ تكتب الكارنت ايكويشن. الكارنت ايكويشن هو اللي هيوريك شكل الكيرف عامل ازاي. لو كتبت الكارنت ايكويشن هنا والكارنت ايكويشن هنا هتلاقي حاجه كويسه كده يعني هتبين لك. سؤال تاني، سؤال تاني ليه علاقة بالبشمهندس سعد. ليه هنا يا جماعة الكيرف ماشي سموث كده وفي النقطة دي عامل هنا كاسكا كده؟ يعني ليه هنا في كيرف
وهنا في شارب اش لان فوق مفيش كارنت ماشي. انا هوريك برضه في السي موس انفرتر بعد كده مفيش كارنت وبينزل سلو. لانه لو احنا هنا كتبنا الكارنت ايكويشن لما هما الاثنين سات سات اللي هي هنا دي هتبقى كي 1 في في جي اس بتاع الكلاود اللي هي ايه؟ في ام في انبوت ماينس في فلاش 1 كل سكوير على 2 والناحيه الثانيه يساوي كي 2 على 2 في في جي اس بتاع الكلاود 2 اللي هي في دي ناقص دي اوت ماينس في فلاش كل سكوير. دي كارت ايكويشن بتاعت السات سات صح؟ كارت الايكويشن بتاعت السات بوكيت هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى برضه الام 2 عنده نفس الكارت اللي هو كي 2 على 2 في بي دي دي ناقص دي اوت ناقص دي فريشر وكل سكوير يساوي كي 1 في دي ان ماينس دي فريشر في دي اوت ماينس دي اوت سكوير على 2. الكلام ده يعني اكسترا كريدت كامل، اكسترا كريدت بره بره الامتحانات يعني. ايه الفرق ما بين الكيرف ده والكيرف اللي هناك؟ والفرق هو اللي يوضح لك ليه في هنا كسره وفي هنا مفيش كسره، ويجاوب على السؤال بتاع الباشمهندس ليه بيهيفير ما اتغيرش اول مره. هنا يا جماعه لو بصيت هتلاقي الناحيه دي في سكوير وهي في سكوير على كل حاجه. يعني ممكن اخد روت وروت. ويبقى في الاخر في المعادله دي ايه؟ لينير. دي لينير ايكويشن. يعني ممكن تاخد سكوير على كل سكوير وتاع كل مثل. هناك مش لينير ايكويشن. دي اوت سكوير ظاهرة الناحية دي والناحية دي بشكل مختلف، مش عارف اخد السكوير. طيب في الحتة اللي هو فيها سيت كوميك الريليشن عبارة عن كيرف. في الحتة اللي فيها سيت سيت الريليشن عبارة عن خط. وبالتالي لازم دي تبقى نقطة فيها كسر. ليه؟ لأن هي انترسكشن بتاع خطين. انترسكشن بتاع خطين لازم يبقى كاتش لازم يبقى فيرتكس كده. مش هيبقى حاجة تانية صح؟ والحتة اللي فوق دي عبارة عن خط وهتتسمى كذا والحتة دي عبارة عن خط لازم يديه واحد نص مش هيديه واحد كده. سؤال تاني عن الانفرتر اللي احنا بنبص عليه ده. الباور ديسيبيشن للانفرتر ده بكام؟ لما حد يجي يسألك الباور ديسيبيشن هنا بكام؟ الباور ديسيبيشن كام يا جماعة؟ في أي سيركس في الدنيا؟ مين اللي بيديسيبيت باور في السيركس؟ ريزيستنس. فأنا عندي حل إن أنا أجيب سيجما أي سكوير أر وده مش دايما الحل الصح أو مش دايما قصدي الحل السهل. الحل السهل دايما هو إن أنا أعمل إيه؟ سيجما أي اللي مسحوبة بالسبلاي مضروبة في دي بتاعة السبلاي. يبقى الباور دايما بجيبه الكارنت اللي مسحوب بالسبلاي مضروب في قيمة السبلاي، لأني عارف إن الباور سبلاي إيكوال باور سبلاي. وأسهل بكتير إن أنا أجيب التوتال باور اللي اتسحبت إن أنا أقعد أحسب سيجما باورز اللي كل ريزيستنس في السيركت. فعشان أجيب الباور ديسيبيشن في الإنفرتر ده هو هي سيجما. هي سيجما الكارنت اللي في السبلاي مضروب في قيمة السبلاي. بس مشكلة الانفرتر دي مشكلة الانفرتر ما لوش سبيد واحدة ده له اثنين سبيدز في سبيد بيبقى مطلع فيها زيرو وسبيد بيبقى مطلع فيها 1 فالباور وهو مطلع زيرو اللي هي باور لو غير الباور وهو مطلع 1 اللي هي باور بار فاعمل ايه عشان اجيب قيمة واحدة للباور؟ اجيب الافرج صح؟ اقول الافرج باور يساوي الباور لما اكون مطلع هاي زائد الباور لما اكون مطلع لو على الاثنين. والاسامبشن اللي انا عامله هنا ايه؟ على الانبوت بتاع الانفرتر. الاسامبشن اللي انا عملته علشان اقسم على الاثنين بس من غير ما اعمل اي حاجه معقده. هو بيشتغل في نفس الفيلم بقى نفس التايم ان هو نص الوقت مخرج 1 ونص الوقت مخرج 0. لو الانبوتس اللي داخليه مخليه فعلا نص الوقت مخرج 1 ونص الوقت مخرج 0 يبقى تجمعهم وتقسم عليهم. لو مش كده كان هتبقى اصعب بس احنا هنفترض كده. يبقى الباور افريج هي الباور هاي زي الباور لو على الاثنين. تعالوا نشوف الباور هاي ازاي كده. لما نكون مطلع من هنا لوجيك هاي ودي اوتبوت هاي الباور هتبقى كام؟ زيرو. زيرو ليه زيرو؟ مفيش كارنت.
مفيش كارت. لما كنا طلع من هنا دي اوت اي يبقى معنى كده ان الترانزستور ده كان كت اوف، ولما الترانزستور ده كت اوف يبقى مفيش كارت ماشي لا تحت ولا فوق، لان انا عارف الكارت تحت يسال الكارت فوق. فدي هاي ثاني زيرو زائد لما اجي اشوف هنا في حاله لما كنت مطلع دي اوت لو، لما كنت مطلع دي اوت لو كان الترانزستور اللي تحت داخل عليه في دي دي ناقص في ثريشولد وكان اونك، والترانزستور اللي فوق كان سالب. الباور في الحاله دي هيبقى كام؟ الباور في الحاله دي هو الكرنت اللي ماشي مضروب في بي دي، ويبقى التوتال باور هي الكرنت اللي ماشي في حاله اللو مضروبه في بي دي على الاثنين. مفيش كرنت اللي ماشي في حاله الهاي، لانه الكرنت اللي ماشي في حاله الهاي كان نزل. الكرنت اللي ماشي في حاله اللو بيجيبه ازاي؟ من واحده، مش انت كان عندك هنا ايكويشن بتحلها فالنون اللي هو فيه اوت فلو، بعد ما اجيب دي اوت فلو تعوض في اي واحد من الاثنين كارتس، هو مات بعض صح؟ تعوض في اي واحد من الاثنين كارتس دي بتمبل الباور. المهم ان الباور هنا دي قيمه نون زيرو، لان احنا المره الجايه هنشوف انفرتر الباور بتاعتها بزيرو، بس الباور من النوع ده. فهمت؟ نيجي بقى الحته المهمه، ازاي يعني ايه اكبر من انفرتر باستخدام لوجيك فاميلي. كل الحكايه ان انا لو عايز اعمل اي حاجه فيها اورنج احط حاجات مفرقه، لو عايز اعمل اي حاجه فيها انتي احط حاجات للسيريز. فاول مثال هو ان انا لو جبت اثنين ترانزستور صح؟ بدل ما كان عندي ان 1 هنا احط اثنين ترانزستور في الحاله دي ان 1 وان 2. M1 هيدخل عليها A و M2 هيدخل عليها B، لأن أنا عارف إن الوورد جيت هي تو إنبوتس مش وان إنبوت صح؟ والتو تيبل بتاعها فيها أربع سطور، فيبقى عندي هنا A و B داخلين على كل اثنين، وفوق عندي نفس اللود اللي كان موجود قبل كده بنسميه M لود. وأدي دي أوتبوت الطلعة، وبكده يبقى عندي لو خدت ده برضه بلاك بوكس، يبقى البلاك بوكس ده ليه كام إنبوت كام أوتبوت؟ الاثنين ينقص واحد تمام؟ عايزين نبدا التوست تيبل بتاع السيركت زي ما قلنا هنبدا التوست تيبل بتاع الكيبورد. احنا دايما قلنا المعدل اللي الكارت اللي عندي الوحيده هي ان اي اللي فوق يساوي اي اللي تحت. بس هنا اي تحت هو مين؟ اي واحد زائد اي اثنين. دول الاثنين مجموعهم يساوي اي اللي موجوده في النص. يبقى لما اجي اعمل كيس يعني عند الاوت نود اللي هنا هيبقى اي اللي في اللود يساوي اي اللي في واحد زائد اي اللي تمام؟ فدي معادله الكارت اللي هو. وتعالوا نفكر كده ايه اللي هيحصل لو دخلنا اي بزيرو وبي بزيرو واي 1 وبي 1 وهكذا. لو دخلنا اي بزيرو وبي بزيرو هيبقى الترانزستور ان 1 وان 2 اوف اوف، ولما يكون دول يبقوا واحد يبقى الراجل ده واقف لوحده فوق يبقى يطلع من هنا ايه؟ دي دي ناقص دي تاش، يبقى ايه بزيرو دي بزيرو يطلع لي دي اوتبوت بدي دي دي ناقص دي تاش، اللي هي دي اوتبوت خارج. لو احنا حتى بنتكلم عليها كلوجيك فاليوز يبقى زيرو زيرو 1. انما لو ايه 1 ودي 1 بلاش، لو ايه 1 بس ودي بزيرو هيبقى ايه الوقت؟ يبقى ان 1 1 وان 2 1. وارجع تاني لنفس الحاله بتاعت ايه؟ الانفرتر. يبقى لو ايه كانت 1 وبي كانت 0 هرجع تاني لنفس الحاله بتاعت الانفرتر وابقى مطلع من هنا الكتريكال فاليو كام؟ 0. الكتريكال فاليو 0 دي اوتبوت لو. دي اوتبوت لو. بس لوجيك فاليو 0 دي اوتبوت لو دي بتتكلم ازاي؟ نفس الكارنت اللي فوق. نفس الكارنت بتساوي الكارنت اللي فوق والكارنت اللي تحت. تمام؟ طب لو بي هي كانت واحد وايه كانت بزيرو؟ نفس الحاجة. طب لو ايه وبي اثنين واحد؟ نفس الحاجة. نفس الحاجة برضه. تمام؟ فلو جينا نبص على التوث تيبل ده، التوث تيبل ده بيقول ايه؟ لو الاثنين بزيرو بيطلع لي 1، لو اي واحدة منهم واحد بيطلع لي زيرو، اللي هي ايه؟ نور جيت. فتلاقي ان ده في الاخر هو نور جيت. ما طلعش اور. طلعت نور. ليه طلعت نور؟ مش انت بانيها على انفرتر مش بانيها على وقت صح؟ في انفرشن موجود هنا امبليسيت
موجود انفرجن غصب عنك، انت باني الموضوع ده كله على انفرتر في الاساس، فلو حطيت حاجات بدل مع بعض فرق عملوا لك بوينت بس كمان غصب عليهم انفرجن وهم طبيعي. اتفضل. هو البي اوت لوب حاله ال 1 1 هيبقى نفس البي اوت؟ لا تعالى بقى نبص على الحته دي، تعالى نبص على قيم البي اوت لوب كده. في التيبل ده انا حاطط هنا بي اوت لوب 1 وبي اوت لوب 2 وبي اوت لوب 3، ثلاث قيم للبي اوت لوب. حاله لما ايه كانت 1 وبي 0، حاله لما دي كانت 1 وبي 0، وحاله 2 1. لو تفكروا معايا كده ايه اللي انا اعرفه عن علاقه بي اوت لوب وبي اوت لوب لو 1 ولو 2 ولو 3 ببعض. انا بحل المعادله بتاعت اي لو بيساوي اي 1 زائد اي 2. بس لازم اعرض على ايش الاوبريشن صح. لما اي 1 وبي 0 بفترض انه الترانزستور اي ال في الساتوريشن اللي هو نيجاتيف ساتوريشن وترانزستور ام 1 في الاوميك وام 2 ستوب. لما A 0 و B 1 بقول ان I L sat يساوي I 2 أونك. وتحل المعادلة دي تحل المعادلة دي تديك دي أوت لو 1 ودي تديك دي أوت لو 2. ولما تحط هنا A equals 1 و B equals 1 هديك ان I لو sat يساوي I 1 في الأونك زائد I 2 في الأونك بره. صح؟ وده هيديني بي اوت لو 3. امتى بي اوت لو 1 تساوي بي اوت لو 2؟ لو دبليو ال مساوي لو دبليو ال بتاعت ام 1 تساوي دبليو ال بتاعت ام 2، لان في الحاله دي هتبقى المعادله دي ايدنتيكال للمعادله دي، مفيش فرق ما بينهم. صح؟ لو اتكلمت معادله الكرنت هو 1 ام 2 قصدي لو في كل المعادلات هو هو. هو كي على 2 في في دي دي ناقص دي عقل دو ناقص دي فلاشو سويت. في معادلة الكارنت بتاعت ام 1 احط هنا كي 1 في في ان اللي هي هتبقى في دي دي ناقص دي فلاشو ناقص دي فلاشو في دي عقل دو ناقص دي عقل دو سويت على ال. طب لو كانت ام 2 هتبقى كي 2، يبقى الفرق بين الاثنين بس في الكي في المعادلتين بس في في الكيهات. وكيهات الفرق بين الكيهات هي الدبليو على ال. فلو دبليو على ال واحد تساوي دبليو على ال اثنين، يبقى دي اوت دو واحد تساوي دي اوت دو. طيب لو بنبص بقى على الحاله الاخرانيه اللي هي بي 1 اي يساوي واحد وبي يساوي واحد. انا هنا اقدر اقول لكم معلومه ان دي اوت دو 3 اقل من دي اوت دو 1 ودي اوت دو 2. دي انا متاكد منه عارفها كويس قوي. ليه؟ لان الراي اللي هي مش لان بقى ايه بالظبط؟ لان فاكت هنا بقى عندي اثنين ريزيستنسز ان بارلل، اكيد مجموع اثنين ريزيستنسز ان بارلل اقل من اي واحده فيهم. فبالتالي لان الريزيستنس اللي تحت هتبقى اقل يبقى الدي اوت اوف لو هتبقى اقل. لو عايزين نشوفها بالمعادله نكتب هنا بلس كي 2 في دي 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 ناقص دي ثريشولد ناقص دي ثريشولد في دي اوت اوف لو ناقص دي اوت اوف لو سكوير على دي. ادي دي هي الايكويشن دي. واضح هنا ان ممكن ياخد القصه كله كومن. مفيش حاجه ام كومن ما بين الاثنين غير كي 1 وكي 2، فهعمل هنا كي 1 بلس كي 2 فدي دي دي ناقص دي فلاش اوت ناقص كل الحاجات دي. صح كده؟ تمام؟ كي 1 وكي 2 فيهم حاجات كومن كمان اقدر اخدها. نيو ان سي اوكسايد بقدر اخد هنا نيو ان سي اوكسايد ويفضل هو دبليو على ال واحد زائد دبليو على ال اثنين. في كل الكلام دي دي ناقص دي تراشو ناقص دي تراشو دي اوت تو ناقص دي اوت تو سكوير على اثنين. لو كل واحد منهم نص الفورم اه صح. بس بس هي يعني مش هي يعني خد بالك ان دي اوت بوز انا ولا مين يعني بس صح. انت بتيجي تفكر في حكايه لو حطيت اثنين قد بعض بيطلع نص ريزيستنس ده اي حاجه تستخدمها بعد كده. طيب لو انا حطيت حاجات سيريز بقى يعني انت فرق لها دي نور واضح ان انا لما احط الاثنين دول سيريز يبقى يديني ايه؟ مش هعرف اعمل ان ولا فور ده كلام
يعني واضح ان انا مش عايز اعمل اند ولا اور. هل لو احنا اشتغل اند اور وانا بتعمل بعد تمام انفرتر او بعد النور والسبب اللي انا ما اعرفش اعمل اند ولا اور هو انه انا باني على الانفرتر اساسا مش باني على الوضع. فلما نبص هنا على النام في الحاله دي لو ايه او بي اي واحده فيهم بزيرو فتحت اوبن سيركت والاوبن سيركت ده هيخلي خلاص الراجل اللي فوق ده مش ماشي فيه كارنت وبالتالي الاوتبوت طالع في دي دي ناقص في فاشل. فكل الحالات اللي فيها زيرو ظاهره في الانبوتس سواء زيرو زيرو او زيرو 1 او 1 0 طالما في واحد اوف يبقى الاوتبوت هيطلع في دي ناقص في فاشل. الحاله الوحيده اللي يطلع فيها الاوتبوت واحد هتبقى ان الاثنين اون ساعتها يبقى اثنين اون ويطلع لي هنا في اوتبوت. تمام؟ طيب لما تيجي تبص على لارج فانكشن اللي بحاول اعملها ولتكتب مثلا اي حاجه اف تساوي دي بلس دي اي حاجه هنعملها هنا ما بنعملهاش عن طريق ان احنا نستخدم مجموعه من لارج جيتس يعني مجموعه نان وروز نان فيها الفانكشن انديفيدوال مثلا اف تساوي اي بي بلس سي فيها طريقه ان انت تعزز اي بي ان وبعدين تاخد الفيل ده تعمله دور مع سي تطلع لك من هنا مش هي دي الطريقه البراكتيكال اللي اللوجيك فانكشن دي بتتعمل بيها. اللوجيك فانكشن دي بتتعمل بشكل ليه بحر ليها لوج بحر كويس زي ما احنا رسمينها هنا احنا هنا رسمين مثلا اي وبي سيز مع بعض وبعدين الاثنين بارل مع سي. لو جينا نعمل الكود تيبل بتاع الحدوته دي هيبقى فيه كام سطور ولما نيجي نلاحظ نشوف مثلا لو كانت سي واحد فدي اوتبوت هيطلع كلوجيك فاليو كام؟ لو سي كانت واحد دي اوتبوت كلوجيك فاليو مش لازم كانت فاليو هتطلع زيرو ولا وان؟ زيرو صح؟ لو سي كانت واحد يبقى لازم الاوتبوت ده يطلع بزيرو بغض النظر اي وبي كام؟ لو اي وبي واحد وسي زيرو برضه هيطلع زيرو لو كلهم واحد هيطلع زيرو. الحاجه اللي يطلع فيها واحد ان سي لازم تكون بزيرو وايذر اي اور بي بزيرو صح؟ عشان ايه؟ فكروا كده لما انتم تبصوا على الرسمه دي وتجاوبوا معايا امتى يطلع زيرو؟ لوجيكال كده زيرو دي تطلع امتى على الاوتبوت؟ لما يكون في ايه؟ في باث لما يكون في باث جراوند زيرو دي تطلع لما يكون في باث جراوند اني باث جراوند ماشي اني باث جراوند هيطلع لي لوجيك اني باث جراوند معناها سي بس او اي بي بس او اي وبي معاهم سي كل الحالات بتطلع لي سي وان تطلع امتى؟ خش اي باث جراوند اللي هو مكان كيس هنا 0 0 0 او 0 1 0 او 0 0 1 كويس؟ طيب اللوجيك فانكشن اللي هتطلع من هنا هتبقى ايه؟ نبص كده A و B مالهم سيريز مع بعض، سيريز ده هيبقى إيه؟ N وبعدين الاثنين بارلل مع C، هيبقى 4 مع C. لكن أنا عارف إن اللوجيك بتاعي في حد ذاته انفرتر، فكل الناس دي هيبقى عليها بار. فاللوجيك اللي هيطلع من هنا هو A B بلس C بكل بار. وعشان نعملها بشكل أبسط ونكتبها بشكل أوقع بنكتب F بار تساوي A B بلس C. لما نبص كده يا جماعه تاني امتى يطلع لي لوجيك زيرو؟ يطلع لي لوجيك زيرو لو في باث تو جراوند، كام باث تو جراوند؟ اي باث اي باث تو جراوند هيطلع لي لوجيك زيرو تمام؟ امال تفرق في ايه بقى ان في هنا باث واحد ولا اثنين باث؟ تفرق في ايه؟ في اللي دي اوت اوف فلو صح؟ يعني الداتا دي ليها كام قيمه باصل اللي دي اوت اوف فلو؟ اثنين ثلاثة يا اما سي بس يا اما A و B مع بعض يا اما A B و C مع بعض وفي اثنين منهم ممكن اطلع ان هم قد بعض اللي هي سي لوحدها و A B لوحدها الثالثه اللي هي كلهم مع بعض انا ضامن انها دايما هتبقى اقل من الاثنين التانيين صح؟ كل ما يزيد عدد الباص في الجرام كل ما انا ضامن ان دي اوت فلو هتبقى اقل كويس؟ فلو جيت بصيت على التوب تيبل ده هتلاقيه بيحقق اللوجيك فانكشن اللي موجوده فوق تمام؟ والشكل بتاع اللوجيك
بيقول ان انا دايما فوق عندي لو، فوق دايما عندي لو. اللو ده ممكن يكون ريزيستنس، ممكن يكون ترانزستور زي ما حطيناه كده. الارفع هو يكون ترانزستور، بس ممكن تحط مكانه ترانزستور مركب في حد تاني زي ما تشوفه في السكشن. بس دايما في فوق لو. وده في نتورك دي عباره عن ان نص ترانزستور متركبه مع بعض سيريز وبارلل، بحيث انها تديني لارج فانكشن اللي انا عايزها. النتورك اللي تحت دي بنسميها بول داون نتورك. بول داون نتورك ليه بسميها بول داون نتورك؟ لان وظيفتها زي ما بتشوفوا هنا انها تسحب الاوتبوت للجرام ناحيه الجرام. على عكس ما تقدر تقربه من الجرام. اوكي؟ يبقى البول داون نتورك وظيفتها انها تسحب ايه؟ الاوتبوت توصل له. بول داون نتورك ولا لو هو اللي بيخش عليه انبوتس؟ بول داون بول داون بول داون نتورك. لو مش شايف الانبوتس خالص، الانبوتس بتاع السيركت مش موجود. فكل الانبوتس داخله على البول داون. عندك اثنين انبوتس يبقى داخل اثنين انبوتس، عندك ثلاثه يبقى ثلاثه. تمام؟ و عدد الترانزستورز في السيركت دي يساوي كام؟ In terms of the number of inputs. In terms of the number of inputs عدد الترانزستورز كام؟ لو بصينا على البول داون نتورك فيها عدد الترانزستورز قد عدد الانبوتس. صح؟ كان عندي ثلاث انبوتس يبقى عندي ثلاثة ترانزستورز. في النور كان عندي 2 انبوتس كان عندي 2 ترانزستورز، في الانفرتر كان عندي 1 ترانزستورز. يبقى عندي دايما N ترانزستورز في البول داون نتورك بلس 1 اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت النور. كويس؟ يبقى الشكل ده من اللوجيك، اللوجيك الثاني اللي احنا شفناها دي بتتكون من بول داون نتورك هي الوحيده اللي داخل عليها انبوتس، فوق مفيش انبوتس داخله. مسؤوليتها انها تحقق الزيروز ولا الوانز بتاعت البلوت تيبل. زيروز. زيروز. وده حتى موجود في اسمها. الوانز بتحقق ازاي؟ في اللوجيك فاميلي دي. ان البول داون ان البول داون نتورك تقفل خالص ما توقف وتسيب اللود يشد الاوتبوت ناحيه الفي دي دي. صح؟ فالبول داون نتورك مسؤوله بس عن تحقيق اللوجيك زيروز بتاعت البلوت تيبل ونحققها عن طريق انها تركب ترانزستور سيريز وبارلل زي ما الفانكشن بتقول. عدد الترانزستورز هو عدد الانبوتس بلس 1. واللوجيك ده دايما من ضمن مواصفاته، يعني ده عدد الترانزستورز بتاعته ضمن مواصفاته كمان ان هو ريشيو لوجيك. فاكرين يعني ايه ريشيو لوجيك؟ اللي قلناها من شويه. ريشيو لوجيك يعني وحده او موف اوف لوجيك فاليوز، يا اما واحده يا اما اثنين، بس كفايه واحده ما هياش قيمه ثابته، لكنها قيمه فانكشن في السايز بتاع الترانزستور. ريشيو لوجيك معناه ان احنا وي كير ابوت دبليو على الاقل، واحنا بنجيب قيم اللوجيك فاليوز. تفتكر دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ وحشه. يعني لو انا اقدر اعمل انفرت كل اللوجيك فاليوز مالهاش علاقه بالسايز بتاع الترانزستور هيبقى احسن لي. تمام؟ وكمان كان الباور ديسيبيشن فيها يساوي اي ال دي 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 ار دي. دي مواصفات في السيركت كويس؟ مواصفات اللوجيك فاميلي. وشكل البي دي سي بتاعها ما كانش قريب خالص من شكل البي دي سي الاي دي. ده يعني حاجه بعيده عنه تماما. فهو الاي دي هيبقى كده عباره عن بوكس، ده كده مش بوكس خالص. صح؟ والفرق الرئيسي دايما هنلاحظه في البي دي سي في الترانزيشن ريجن اللي في النص ده. هي دي الحته اللي عمال يأثر. بس لو بصينا يا جماعه في كل الحاجات دي، المشكله الرئيسيه بتاعت اللوجيك فاميلي دي هي حاجتين. اولا ان دي اوتبوت لو مش زيرو. اوكي؟ وكمان بتعتمد على السايز بتاع الترانزستورز، وثانيا انها بتسحب ستاتيك باور وهي شغاله. فعايزين نشوف لوجيك فاميلي ثانيه تكون ما فيهاش الحاجتين دول، بس دي هنشوفها المره الجايه. قبل ما نمشي عايز اعمل تصحيح في المحاضره اللي فاتت. لفت نظري لواحد من زملائكم التصحيح ده عن الحته بتاعت عيوب الباركور اللوجيك بالنسبه للفانل. فاحنا لما فانل اقطع الباركور اللوجيك انا كنت قلت لكم كده في المحاضره وده غلط، انه لو انا افترضت ان الستيج دي الانفرتر ده وصل عليه انفرتر ثانيين على هون زي ما نقول،
يبقى لو الراجل ده بيطلع فوق ويطول دول هيسحبوا كرن وهيحصل شرايين. دي هنا حاجه غلط كبيره. ايه يعني؟ لو راحوا ده بوينتو الناس دي كلها هتبقى اوف مش تحديد كرن اصلا. اوكي؟ فالمشكله مش لما يكون الاوتبوت هنا بوينتو، المشكله لما يكون الاوتبوت هنا بي سي سي. اوكي؟ لما يكون الاوتبوت بالبي سي سي اللي هو اللوجيك هاي ومفيش اي ستيجز واصله. هيبقى البي سي سي ده جاي نتيجه ايه؟ نتيجه ان مفيش كرن ماشي لان ده اوف، وبالتالي دروب على الريزستنس دي بزيرو. صح كده؟ يعني الكرن ده كان بصفر. لو وصلت ستيج واحده هيبقى الكرن ده مش بصفر، هيبقى الكرن ده يساوي اي دي، ويبقى الفولتج ده في اوت هاي هيساوي بي سي سي ماينس اي دي ار. لو وصلت ان ستيجز هيبقى الفولتج ده كام؟ بي سي سي ناقص ان اي بي ار. فكسرت الان الفاليو دي مش هتبقى لوجيك 1. تمام؟ ففي ليميتيشن على نمبر اوف ستيجز اقدر اضيفها على الاوتبوت من ناحيه اللوجيك هاي، لان هيفضل ينزل كل ما زود ستيجز وبلس ما مش هيفضل لوجيك هاي. الكلام ده مش حاصل في المصر خالص، لان احنا كنا دايما قادرين نيجي عند النوت اللي هنا الاوتبوت نوت ونعمل بي سي ال بين اللي فوق واللي تحت. صح؟ دايما نقول اي اب يساوي اي داون، والسبب في كده ان مفيش هيد كارنس مسحوبه في ستيجز. تمام؟ ده بيعمل مارجنيشن.